عناوين النشرة: كتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة تتبنى تفجير الجناح، والنتيجة 23 قتيلا و146 جريحا. أبادي ينعي الملحق الثقافي ومعلومات تتحدث عن إصابته فقط. هيئة إدارة الكوارث تلتئم في سرايا بعد تفجيري الجناح. وفي النشرة: لافروف يؤكد قبول الائتلاف السوري زيارة موسكو. للمرة الأولى في التاريخ الحديث للتفجيرات في لبنان ترفع بطاقة الهوية ويرفع الفاعل القناع عن وجهه. كتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة وبحسب وكالة رويترز تبنت تفجيري الجناح مقابل السفارة الإيرانية في بيروت. تفجيران كانا قد هزا العاصمة اللبنانية 9:30 صباحا واستهدفا السفارة الإيرانية. وبحسب الجيش اللبناني فإن الانفجار الأول نجم عن إقدام انتحاري يقود دراجة نارية على تفجير نفسه، والانفجار الثاني نجم عن إقدام انتحاري آخر يقود سيارة جيب رباعية الدفع على تفجير نفسه أيضا. إذن فقد أعلن الشيخ سراج الدين زريقات، وهو من أتباع القاعدة، عبر حسابه الخاص على تويتر أن كتائب عبد الله عزام جناح سرايا الحسين بن علي تقف خلف تفجيرات الجناح، واصفا إياها بأنها غزوة للسفارة الإيرانية في بيروت. وغرد زريقات أيضا واصفا منفذي التفجيرات منفذي بالبطلين من أهل السنة، وقال إن العمليات ستستمر في لبنان حتى يتحقق مطلبان: الأول سحب عناصر حزب إيران من سوريا، والثاني فكاك أسرانا من سجون الظلم في لبنان. بحسب قوله، يذكر أن الشيخ سراج الدين زريقات كان موقوفا في السجون اللبنانية بتهمة الانتماء للقاعدة، وقد أخلي سبيله منذ عام. آخر التطورات على الأرض من منطقة الجناح مع رونا الحلبي التي تواكب الموضوع منذ ساعات الصباح. رونا، يعطيك العافية، تفضلي. الله يعافيك رائد. في هذه الأثناء ما زالت هذه المنطقة منطقة مغلقة تماما أمام كل الإعلاميين بعد نشر هذه الأشرطة لمنع أي أحد من الدخول والسماح للأجهزة المختصة والأدلة الجنائية من يعني رفع كل البصمات وكل الأشلاء، وأيضا معاينة هذه المنطقة المحاذية للسفارة الإيرانية. طبعا رائد، كنا قد واكبنا منذ الصباح وصول عدد من الشخصيات والمسؤولين السياسيين إلى هذه النقطة للكشف على ما جرى، يعني ومن بين هؤلاء النواب علي عمار، هاني بيسي، علي بزي، أيضا وزير الزراعة حسين حش حسن، ووزير الصحة علي حسن خليل كان أول الواصلين بطبيعة الحال. أيضا تكلمنا مع القاضي سمير حمود الذي استنكر هذا الأمر بشدة، وقال أن جميع الإجراءات ستتخذ لمعرفة ما حقيقة ما جرى. أيضا تكلمنا مع نائب نوار الساحلي، وهنا تجدر الإشارة رائد إلى أن هناك كانت بعض المعلومات تواردت على وسائل الإعلام أن الملحق أو المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية قد قضى في هذه الحادثة، ولكن وزير الثقافة جابي ليون قال لنا أن هذا الأمر غير صحيح وأنه أصيب إصابة بالغة وقد أجريت له عملية، علما رائد أن الوزير جابي ليون كان موجودا بالفعل داخل مقر السفارة الإيرانية لدى وقوع التفجيرين، وكان هناك لقاء سيجمعه بالسفير الإيراني كان محددا اليوم في الساعة 10:00، وهو نقل عن السفير الإيراني قوله أن الملحق الثقافي لم يقضي في هذين التفجيرين بل هو مصاب ولكن إصابته بالغة، بالإضافة إلى إصابة عدد من الحراس الأمنيين في محيط السفارة الإيرانية.
علما رائد أنه عادة ما يكونوا منتشرين في هذه المنطقة. في هذه الأثناء إذا صح التعبير رائد هناك يعني نشد هدوء ما بعد هذه العاصفة، علما أن هذا الشارع هنا عادة يكون هادئا، أيضا هو شارع هادئ جدا، وتجدر الإشارة إلى أن المدخل الرئيسي للسفارة ليس هذا المدخل الذي نراه، بل في الشارع المقابل هذا هو المدخل إذا الخلفي إذا صح التعبير للسفارة الإيرانية. بالنسبة للضحايا رائد تجدر الإشارة إلى أن عدد الضحايا مرشح طبعا للارتفاع مع وجود كثير من الأشلاء موجودة ما زالت هنا، وبحديثنا مع الطبيب الشرعي الذي وصل أيضا هنا لمعاينة الوضع أيضا قال أنه بطبيعة الحال هم بحاجة إلى 72 ساعة على الأقل للتعرف على الأشخاص الذين قضوا في هذه الحادث والذين وجدت أشلاؤهم هنا. علم الرائد أن المشهد كان يعني صباحا كان المشهد فظيعا جدا، عدد كبير من الجرحى والقتلى على الأرض وكثير من الأشلاء والدماء في كل مكان. في هذا الموضوع رائد سأنتقل الآن إلى مهدي حلباوي. مهدي هو المسؤول الميداني في الهيئة الصحية الإسلامية ليطلعنا أكثر على التفاصيل على الأقل بالنسبة إلى عدد الضحايا حتى الآن. مهدي أنت اليوم من الصبح هون، شو المعطيات آخر شيء عندك إياها؟ أول شيء بدنا نتوجه بالتعزية لأهالي الشهداء اللي سقطوا بهالانفجار، وبنتمنى الشفاء العاجل للمرضى. بالنسبة للأعداد الحصيلة النهائية اللي عندنا هي 19 ضحية بين جنسيات مختلفة، هن بين شهداء وقد يكون بيناتهم اللي نفذوا التفجير، وبعد في بعض الأشلاء اللي هي كمان بدها وقت بفحوصات الدي إن إيه اللي بتثبت بعدين إذا بيرتفع العدد لأكثر من 19. بالمبدأ العدد النهائي هو 19 جثة نقلت للمستشفيات، توزعت ما بين المستشفيات. أعداد الجرحى كمان قاربت 160 جريح، صار معكم نسخة عن أسماء الجرحى وتوزيعهم على المستشفيات، كمان أسماء الشهداء اللي نعرفه. يعني الأهالي نحن بس بحب أوجه رسالة للأهالي، إذا بحبوا يطمئنوا على أعزاء لهم أو أصدقاء أو أهليهم بيقدروا عبر التلفزيون كمان لحتى يخففوا علينا شوية الضغط بمراكزنا أو بالمستشفيات، بيقدروا يسألون عن الأسماء لأنه صار عندكم أسماء بشكل كامل تقريبا. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. إذا رائد هذا كان مهدي حلباوي المسؤول الميداني في الهيئة الصحية. رائد أيضا كما ذكر هناك لائحة بجميع أسماء الذين قضوا في هذين التفجيرين وأيضا أسماء الجرحى، وقد أرسلنا بالفعل هذه اللائحة التي زودنا بها أرسلناها منذ بعض الوقت إليكم يعني. وطبعا كما قال فأن من لديه مفقودين، هناك عدد من الأشخاص الذين توجهوا إلينا وقالوا أن هناك أقرباء أو معارف لهم فقدوا في هذين التفجيرين. أحد هؤلاء على صبرة أيضا يعني كان أخوه يبحث عنه وطلب منا إذا ما كنا نعلم أي معلومات عنه. إذا هذه الأجواء رائد، وطبعا الفرق هنا ستستمر بالعمل من المتوقع حتى ساعات متأخرة ربما لكي يتمكنوا من جمع كل الأدلة من الموقع، وطبعا نحن سنبقى معكم في نقل مباشر من هذا الموقع. نعم، شكرا لزميلة رونا الحلبي، وطبعا كما ذكرتي سوف نكون معك في متابعة لأي جديد. صدر عن قيادة الجيش بيان أكدت فيه أنه حصل انفجار في محلة الجناح بالقرب من السفارة الإيرانية صباح اليوم، تلاه انفجار آخر وبالتوقيت ذاته تقريبا، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف المواطنين وأضرار مادية جسيمة. وأكدت قيادة الجيش أنه بعد كشف الخبراء العسكريين على موقع التفجير تبين أن الانفجار الأول ناجم عن إقدام انتحاري يقود دراجة نارية على تفجير نفسه، والانفجار الثاني ناجم عن إقدام انتحاري آخر يقود سيارة جيب رباعية الدفع على تفجير نفسه أيضا. وقد حضر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لمعاينة المنطقة المستهدفة. كيف حصل التفجير أمام السفارة الإيرانية؟ هيفا زعيتر وكل التفاصيل. هيفا يعطيك العافية، إذن في قراءة لكل ما قد عاينته اليوم، كيف يمكن لنا أن نضع بعض المعالم لهذا التفجير؟
نعم، يعطيك العافية رائد. يعني يبدو أنه حتى الساعة بعد مرور ساعات على وقوع التفجيرين بدأت الصورة والرواية تتوضح أكثر فأكثر. بداية لنحدد أن الجهة التي تبنت التفجير كما بات معلوما هي كما أسمت نفسها الكتاب عزام عبد الله عزام التابعة لتنظيم القاعدة، بحيث أعلن القيادي في القاعدة سراج الدين زريقات ما أسماها غزوة السفارة الإيرانية التي نفذها بطلان من أهل السنة. إذن القاعدة تبنت مسؤولية التفجير. أما بخصوص حيثيات التفجير وما حصل في ساعات الصباح، فتقول الرواية أنه عند الساعة 9:40 صباحا كان هناك دراجة نارية يمكننا أن نراها من هنا رائد، يعني تبدو في الصورة متوقفة على جنب الطريق، كان يقودها شاب متجها إلى مدخل السفارة الإيرانية، اشتبه به الحراس فقاموا بإطلاق النار عليه، وقع عن الدراجة، ولكن عندما حاولوا الاقتراب منه قام بتفجير نفسه، وكان من المفترض أن تفتح الدراجة النارية الطريق أمام سيارة أخرى مجهزة تفجيرات لدخول مقر السفارة الإيرانية، ولكن اعترض طريق السيارة وهي كما تبين أنها سيارة رباعية الدفع من طراز إنفوي، اعترض طريقها خزان مياه كان أمامها، فاضطر أيضا من يستقلها إلى تفجير نفسه بعد دقيقتين تقريبا كما يقول الأهالي، يعني يتراوح التوقيت بحسب البعض بين دقيقة وثلاث دقائق، ولكن المرجح هو دقيقتين على أقصى تقدير، هو التوقيت الذي يعني يفصل بين التفجير الأول والتفجير الثاني. رائد، بخصوص زينة المتفجرة التي كانت موجودة أمام السفارة الإيرانية، فترجح المصادر المطلعة على أنها تتراوح بين 70 كيلوغراما و100 كيلوغرام، ولكن يعني كما لاحظنا من الأضرار رائد، يعني هناك أضرار بالغة، ولكن بحسب المصادر التي أو الأوساط المطلعة التي تواصلنا معها، فالفارق بين تفجير نعم لا زلنا مع الزميلة هيفا، ربما نكون قد فقدنا الاتصال. هيفا، إذن فعلا يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميلة هيفا، ربما نعود إليها بعد قليل. وزير الصحة علي حسن خليل، وبعيد تفقده موقع التفجير، دان ما وصفه بالعمل الإجرامي. أولا نحن أمام عمل إرهابي كبير مجرم استهدف حياة الناس بالدرجة الأولى، هو جزء من معركة الإرهاب مع اللبنانيين ومع كل الذين يرفضون هذا المنطق. بهذه اللحظة يعني نحن أمام هيك لحظة إنسانية عميقة أمام هذا المشهد من الدمار والخراب والجرحى. وزارة الصحة استنفرت المستشفيات المحيطة، عم بنتابع الأمر. مبدئيا حتى هذه اللحظة تم نقل كل الجرحى إلى المستشفيات اللي جتت من الشوارع، عم بنتأكد من البنايات إذا كان في بعد أي إصابة، لأنه الأضرار كتير كبيرة بالبنايات المحيطة. غصت مستشفيات الزهراء والرسول الأعظم ورفيق الحرير الحكومي بالجرحى وجثث الضحايا، في وقت أعلن فيه مدير عام مستشفى بيروت الحكومي بدء عمليات فحص الحمض النووي لتبيان هويات الضحايا. التفاصيل نتابعها مباشرة مع الزميلة نوال بري. نوال، يعطيك العافية، ملخص عام لجولاتك الميدانية على المستشفيات. نعم رائد، طبعا ريتما
بدأت أعداد الجرحى والضحايا تتوزع على المستشفيات، بدأ الأهالي يعني يتوافدون إلى هذه المستشفيات التي هي مستشفى الزهراء، مستشفى رفيق حريري الجامعي، مستشفى الرسول الأعظم، مستشفى بهمن. هذه المستشفيات الأربعة التي يعني ذهب إليها الأهالي لمعرفة مصير أبنائهم. عدد كبير منهم لم يكن يعرف مصير أبنائه، حاولوا الاتصال بهم ولم يكن هناك أي مجال للاتصال، فإذا بعدد كبير منهم يتبين لهم أنه بالفعل يعني تم فقدان أولادهم وتم استشهدوا. يعني رائد، عدد الضحايا طبعا كما أصبح معلوما هو 23 قتيلا، على أن يكون هناك ارتفاع في عدد الضحايا، خاصة أن هناك عدد من الأشلاء ما زالت في الأرض. أيضا عدد الجرحى وصل إلى حوالي 150 جريح، ولكن بحسب الجولة التي قمنا بها فإن عدد كبير منهم كانت إصابته طفيفة وتم إخراجه من المستشفى. الشهداء توزعوا على المستشفيات كافة. هنا في مستشفى الزهراء الجامعي 6 شهداء، 5 منهم أصبحوا معروفي الهوية وتم تحديدهم وإعلان أسمائهم لذويهم. في مستشفى رفيق حريري الجامعي هناك 7 شهداء لم يتم التعرف على عدد منهم بسبب طبعا تشوه الجثث للأسف. أيضا في مستشفى الرسول الأعظم هناك عدد من الجثث من المفترض أن ذويهم أصبحوا يعرفون أسمائهم، ولكن هناك بعض الجثث لم تحدد هويتها بعد. اما بالنسبه للجرحى رائد فان يعني حالته، فان عدد منهم حالتهم خطره، تم ارسالهم الى الجامعه الامريكيه والى اوتيلجيا بحسب وزير الصحه علي حسن خليل الذي اكد على المستشفيات بفتح ابوابها امام الجرحى، وهذا ما حصل بالفعل. كان هناك نقص في الدم، طلبت المستشفيات التبرع بفئات دم معينه، وبالفعل كان هناك يعني بالفعل كان هناك عدد منهم استجاب لهم. رائد للتذكير أنه أيضا وأثناء وجودنا كان هناك عدد كبير من الأهالي الذين جاءوا يسألوننا إذا ما كان أولادهم من بين الضحايا، خاصة أنهم لم يعرفوا مصيرهم بعد، وكان طلب المستشفيات بأنه كل من لديه مفقود أن يأتي إلى هذه المستشفيات الأربعة لكي يقوم بفحص الدي إن إيه للتأكد من هويات أولادهم. رائد هذه هي الأجواء. طبعا كما ذكرت فإن بعض الأشلاء التي ما زالت متواجدة في المنطقة من المفترض أن ترفع في حصيلة الشهداء. المستشفيات انتهى وصول المصابين منذ حوالي 3 ساعات إلى هنا، ولكن يعني كما ذكرت معظمهم خرج من المستشفى بصحة جيدة. نحن قمنا بجولة على عدد من المستشفيات والجرحى وتحدثنا مع من استطعنا التحدث معه. سوف نكون طبعا سوف نوفيكم بهذه المقابلات. رائد كنت بالبيت انت؟ Yes, I'm working in the house of my madam. And what happened, do you remember? I remember I'm going to the salon just now with too much wind, pulled down all the glass or the window, but they take my books. Madam, but everybody also problem? No, Mr. Bass is mad. Madam is still working, Mr. Bass. Salente. I think I'm dead now, I didn't see the house. No, you're not dead. You're not dead. Because maybe I'm scared. I'm sorry. Where are you? 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 بعدين فوت جوا، بعد مرة عملت هيك وماما أنا كمان وطلعت كله كسرنا. يعني ظهرت أول مرة تشوف أول صوت، فت ورجع ثاني صوت وإجا حد البيت. بعدين كله بيت كسرت، ولا هذا كله، وأنا كثير هذا ميتيت وهيك. شفتي؟ إيه. سلامتك. الله يسلمك. الآن ومن جديد نعود إلى منطقة الجناح ومحيط السفارة الإيرانية في بيروت وزميلة هيفا زعيتر. هيفا، إذن أي إضافات؟ نعم رائد، نعتذر عن يعني حصل هناك خطأ تقني، ولكن كنا نقول رائد بأن التفجير
وكنا نقول رائد بأن التفجير حصل بين عند الساعة 49 دقيقة صباحا عندما كانت أحد الدرجات النارية متوجهة وتم أطلاق النار عليها ليعمد من يركبها إلى التفجير نفسه، وتتبعه بدقيقتين سيارة من رباعية الدفع على بعد 40 مترا من السفارة الإيرانية تقريبا ليعمد من بداخلها إلى تفجير نفسه. إذن هناك انتحاريان قاما بتفجير نفسيهما وتمت نقل جثتهما يعني ل الأجهزة المختصة. هنا رائد يعني تشير الأوساط يعني بأن الفارق الحاصل بين تفجير بئر حسن والتفجيرين السابقين اللذين حصلا في الضاحية الجنوبية هو بوجود الانتحاريين. يعني هناك تخوف وهناك تأكيد من قبل الأجهزة الأمنية إلى أن العمليات الانتحارية تؤكد أن من يريدون استهداف الضاحية قرروا رفع نسبة الاستهداف ورفع الرسالة يعني توجيه رسالة قوية بأنه سيصبح هناك انتحاريون يمكنهم أن يقوموا بهذه العمليات. أما بخصوص زنة المتفجر رائد كنا نقول بأنها تتراوح بين 70 كيلوغراما و 100 كيلوغرام، وهذه زنة كبيرة يعني ضخمة جدا بمقارنة بزنة المتفجرات التي كانت تحصل سابقا وتحديدا في الضاحية الجنوبية. ولكن بحسب المختصين والأجهزة الأمنية موقع السفارة الإيرانية في محيط مفتوح نسبيا حيث أن الشارع مفتوح من الجهتين أدى إلى تقليص معدل الأضرار مقارنة بما حصل في رويس، علما بأن زنة العبوة كان بمستوى النصف أو أقل تقريبا للعبوة التي وضعت آنذاك في رويس، ولكن الأضرار التي تمكنا من مشاهدتها كانت كبيرة. إذن رائد يعني هذه هي المعلومات الأولية التي أشارت إليها المصادر الأمنية والأجهزة المختصة المتابعة للموضوع وكذلك الشهود العيان الموجودين في المنطقة. هناك انتحاريان وتبنت القاعدة الموضوع، وحتى هذه اللحظة يعني هذه هي المعلومات المتوفرة. نبقى معكم رائد لمواصلتكم. أكيد نكون معك فور ورود أي جديد. نعم. شكرا لزميلة هيفا زعيتر. أفادت معلومات أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان قرر قطع زيارته إلى الكويت، حيث يشارك في القمة العربية الأفريقية والعودة إلى بيروت مساء اليوم بعد أن يكون قد ألقى كلمة لبنان في المؤتمر. بدوره دان الرئيس نبيه بري مستنكرا بشدة التفجير الإرهابي المجرم، معتبرا أن هذه الجريمة إنما تستهدف ليس السفارة فحسب بل لبنان واللبنانيين جميعا، لما تبذله الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهود لتوحيد الصف في لبنان لدى كافة الأطراف اللبنانية وسعيها الدائم لدعم استقراره ووحدته وحريته. أضاف أن هذا الاعتداء الإجرامي يشكل استهدافا لوحدة لبنان ومحاولة مكشوفة للإمعان في إحداث شرخ بين اللبنانيين، وبالتالي فإن هذه المؤامرة لن تخفى على اللبنانيين بأغلبيتهم الساحقة، بدليل هذا الحجم من ردات الفعل المستنكرة ومن كل الأطراف والتنوعات. الآن ماذا في أحوال المباني والمنازل المحيطة لمنطقة التفجير؟ في متابعة مباشرة مع الزميل جاد غصن الذي جال على موقع التفجير والمباني المحيطة به. جاد يعطيك العافية، تفضل. الله يعافيك رائد. جلنا بصورة سريعة على كافة الأبنية المحيطة بمكان التفجير. الأوضاع هي مشابهة لما رأيناه في الرويس ولما شاهدناه وإن بحجم أصغر في بئر العبد بالتفجيرين الأخيرين وأيضا في تفجيري طرابلس، فالدمار كبير. فبنتيجة ضغط الانفجار الكبير، وإن كان الشارع هنا شارع يعتبر عريض وواسع، ولكن عصف الانفجار أدى بأضرار كبيرة في المحال والأبنية المحيطة بالتفجير بشكل كبير، وخصوصا في واجهات المباني وهي الزجاج بشكل أساسي، وكافة الجرحى وكثير من عدد الجرحى الذين صعدوا كانوا نتيجة الزجاج المتطاير في الهواء. كنا قد جلنا داخل هذه المباني وسمعنا من سكانها، هناك فوضى عارمة تعم الأهالي هنا في المباني، فهم لا يعرفون لمن سيلجؤون الآن للتعويض عن الأضرار والتصحيح وتصليح
الأضرار الكبيرة التي لحقت بمبانيهم. فهم يناشدون طرف معين من الدولة أن يعلن عن من هو الطرف المولج الاتصال بهم لكي يتواصلوا هم معهم لكي يستطيعوا العودة إلى حياتهم الطبيعية بوقت قريب. فالأضرار كما ذكرنا كبيرة. معنا هنا أحد سكان المبنى الذي نحن فيه، وهذا نحن نصعد الآن، صعدنا إلى الطابق الأول لأسباب تقنية لم نستطع طبعا الصعود إلى داخل الشقق، ولكن الصور ترونها الآن من داخل الشقق التي صورناها. في من هذا الطابق معنا عادل غساني ليضعنا في أجواء ما حدث. عادل، شو كان الجو هون بالبنية وقت صار الانفجار؟ شو فيك تخبرنا عن الأضرار اللي شفتوها بالبنية؟ هون كنا قاعدين، نحن كنا قاعدين هناك، وطلع أول انفجار هيك خفيف شوي، فركضنا لهون حطينا نشوف شو الانفجار، وطلع الانفجار الثاني. يعني جاتنا تقريبا شي 5 أمتار لقدام من نوية الضربة، وبلشوا يقشطوا الازاز وهيك، وهون سقف قشط كمان. في حدا شي اتصل بالبنايه كرمال قصه الاضرار وكيفيه التعويض عنها ولا لا؟ لا لا لا، بعد ما حدا اتصل هون بالبنايه ابدا. إذا كما ذكرنا، هذه هي المطلب الأساسي، هو لكي يعرفوا الجهة التي يودون الاتصال بها. كما أيضا هناك إشارة أخيرة رائد إلى أن المباني التي هي مباشرة حول التفجير منعنة من دخولها، وهي مزنرة الآن بشرطان صفر وبعدد من القوى الأمنية التي تزنرها. وتشاهدون الآن هذا المبنى، وبهذا المبنى كما علمنا أحد القياديين في حركة أمل، ولذلك الإجراءات الأمنية مكثفة داخله. ومقابله هناك مبنيان أساسيان منعنا أيضا من دخولهما، لأن عدد كبير من موظفي السفارة هم في هذا المبنى يسكنون، ولذلك الإجراءات الأمنية مكثفة أكثر. أما في المباني من هنا وإلى يميني تبقى الأجواء أكثر هدوءا، وتستطيع من خلال الإجراءات الأمنية الأقل أن ندخلها. وهذه هي الأجواء من هنا. والآن نستمع إلى بعض السكان هذه المباني الذين أخذنا منهم عين عن آرائهم في مجرى. بقلب بيتي ولبست علي بدي أظهر، أنا وبغرفة النوم طلع أول انفجار خفيف، ركضت على زاوية البرندة هون عم بتطلع هونيكي. نحن بنعرف إنه رح بيكون المقصود أكيد المبنى الإيراني والسفارة الإيرانية. لقيت دخنة وهيك فتت، قلت بدي كمل وأنزل. كان عندي بنت عمتي والشغيلة لإلي، قالت لي لا صاروا يوقفوني، قلت لهم لا بدي روح. طلع تاني انفجار ونزل اللي بده انه نزل. كنا هون بالشغل، اول شيء طلع انفجار خفيف، ركضت انا على السفارة لقيت واحد بالارض. كنت بعيد عن اول انفجار؟ انا اول انفجار جيت عليه، وصلت لقيت واحد بالارض عم شيله، اما ما في بعد ثواني طلع انفجار الثاني بالسياره حده، يعني تقريبا شي 10 امتار بعيده، وطلع انفجار كثير قوي. شو صار معك؟ هلا اول انفجار انا كنت بعيد ركضت، ثاني انفجار لما طلعت السياره نزلت بالارض وتصوبت براسي وببطني. عم تشوف الإصابة ببطنك وبراسك، هذا الإصابة من الوقعة ولا من الانفجار نفسه؟ لا، شظايا. أنا كنت عم برجع بركض من ميلة السيارة وطلعت السيارة دغري نزلت بالأرض. ومين لقلك على المستشفى؟ كيف صارت الأمور؟ أنا لا، كنت ضليتني فيه يقوم وهيك، صرت أسعف اللي لقيتهم بالأرض، ناس استشهدوا وصرنا نشيلهم، ورجعت أنا آخر شيء رحت على المستشفى. قاعدين بالبناية هون وطلعت العبوة الأولى على باب السفارة تحت. ما في شيء 10 يعني شي دقيقة ونص طلعت الثانية، وبتعرف انت بس تطلع على العبوة بتبلش الجرحى والشهداء والدنيا وقامت القيامة. عم نشوف في انفجار كبير بالبناية اليوم، انفجار كبير كتير أكثر ما انت متصور. يعني لو كان هون انفجار كبير كتير ومنه قريب، يعني في هالأضرار كتير منه قريب. لا، هو الانفجار هون قريب. أول الأولاني لا تحت حد لروم. والآن نستمع إلى شهادة أحد الأطباء العاملين على فحوصات الحمض النووي DNA لضحايا تفجيرات اليوم. دكتور، يعني فات لعندكم 7 شهداء، الأهالي بعد بعض منهم إجا عم بدور على أهله، عم بيقلنا أهلي منهم هون، أهلي وينهم بأي مستشفى؟ شو اليوم كيف الطريقة ليقدروا يعرفوا أهليهم وين بأي مستشفى وغيرهم؟ في أسامي الجرحى موجودين برا، وفي جهاز عم بيجاوب على الناس اللي موجودين عنا، هدول اللي بنعرف فيهم. بالنسبة لبعض الشهداء اللي ما بنقدر نتعرف عليهم بالعين المجردة
نظرا لوجود بعض التشويه وهذا، واجينا توجيهات من الدوله انه نجري فحوصات الدي ان اي. لذلك حنبدا هلا ب يعني لما بيجوا اهل بدهم يشوفوا هنيك، حنبدا بموضوع الدي ان اي لما يجوا. السفير الإيراني في لبنان غدا فالركن أبادي النعى في مقابلة تلفزيونية الملحق الثقافي في السفارة الشيخ إبراهيم أنصاري، لكن معلومات وردت منذ قليل تفيد بأن الملحق الثقافي الإيراني لا يزال على قيد الحياة وهو خضع لجراحة ووضعه مستقر. دوما كان يتمنى أن ينقل إلى العالم الآخر بالاستشهاد في سبيل الله، فهذا هو طريق كل السالكين على نهج الأنبياء والأئمة والأوصياء والأولياء. نحن نرسل هذه الرسالة لكل الذين يفكرون بأن القيام بمثل هذه الأعمال يؤثر قيد أنملة على مبادئنا ومواقفنا ولا عملنا، اعرفوا بأن من اليوم فصاعدا نحن فلدينا حافز أقوى بكثير لأجل السير على هذا النهج بقدرة أكثر وأكبر. سعادة السفير، كان لديك موعد بوزارة الثقافة عند 10:00، التفجير بعد 9:30 تم، هو استهداف مباشر لكم، هناك كاميرات لا شك في محيط السفارة سجلت كل ما يجري، هل يعني كونتم صورة مبدئية عن حقيقة وتفاصيل ما جرى اليوم بمحيط السفارة؟ يعني نحن منذ لحظة الانفجار بدأنا بتحليل الصور، متابعة الأمور ودراسة تفاصيل الأمور، وإن شاء الله بعد أن وصلنا إلى نتائج كاملة سنعطيكم علما بالتفاصيل. ولكن كما أعلننا مجموعة من الناس الأبرياء هم الذين استشهدوا. لديكم معلومات باتت مؤكدة بموضوع انتحاري أم انتحاريان، ما هي المعلومات بهذا الموضوع؟ يعني ما يكون المؤكد لدينا أن تفجيرتين إرهابيتين حصلت، التفجير الثاني بعد 5 دقائق من التفجير الأول، وتفاصيل هذا الموضوع بعد قيد الدراسة، يعني من المحتمل قوي أن يكون عمليتين انتحاريتين. بدورها دانت الخارجية الإيرانية استهداف السفارة الإيرانية في بيروت، ولفتت المتحدثة باسم الخارجية إلى مصرع عدد من المواطنين وكذلك الملحق الثقافي الإيراني خلال حادث التفجير، وأضافت أنه نظرا لقرب الانفجار من مبنى السفارة فإن طهران ستتابع هذه القضية. بدوره أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن هذا التفجير لن يفلح في كسر شوكة المجتمع المقاوم. الإرهاب حينما يضرب لا يستثني منطقة، إلى أي منطقة يستطيع أن يصل. الرسالة قد وصلت، رسالة الإرهاب منذ فترة وصلت إلى لبنان، واليوم يؤكد أن إرهابهم سيكمل في هذا الطريق الإجرامي الإرهابي التكفيري. إرهابهم قد رأيناه بقطع الرؤوس، بأكل الأكباد في أكثر من منطقة، اليوم إرهابهم قد تمثل بهؤلاء الشهداء الذين سقطوا. ولكن نقول شيئا مهما، بأن مهما حاول هذا الإرهاب أن يضرب في لبنان أو في غير لبنان، هذه المنطقة منطقة هي مقاومة منذ هذه الفترة، هذه المنطقة مقاومة. بعد الإعلان أمر اليوم. أهلا بكم من جديد. في سرايا دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاجتماع طارئ لهيئة إدارة الكوارث بعد تفجير الجناح. التفاصيل من السرايا مع باسل العريضي. باسل يعطيك العافية، نتائج هذا الاجتماع والمواقف المرافقة. يعطيك العافية رائد. يعني بالواقع هذا الانفجار هو الذي طغى على مجمل نشاط السرايا الحكومية اليوم، مع أنه كان هناك الكثير من النشاطات العادية، لكن فيما يتعلق باجتماع غرفة عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، كان هذا الاجتماع طارئ، طلب عقده الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، وأبرز ما خرج عن هذا الاجتماع العمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في منطقة الانفجار، وتحديدا لجهة المياه والكهرباء وأمن المدارس الموجودة
الموجودة في المنطقة، إضافة إلى تكليف الهيئة العليا للإغاثة بقيمة تأمين مراكز إيواء للمواطنين الذين تضررت منازلهم ولا يمكنهم العودة إلى هذه المنازل نتيجة الأضرار التي لحقت بها، إضافة إلى مسح وإجراء مسح شامل في المنطقة لدفع المستحقات والأضرار الناتجة عن هذا الانفجار. كان الرئيس ميقاتا أيضا أجرى اتصالا بالسفير الإيراني غزنفر ركن أبادي، وقام في هذا الاتصال التعازي بالضحايا ودان هذا الانفجار. وفي بيان لاحق كان الرئيس ميقاتي أشار إلى أن هناك من يحاول استخدام الساحة اللبنانية لتوجيه الرسائل إلى هذه الجهة أو تلك، داعيا إلى ضبط النفس والهدوء والتمسك بعدم الانفعال. أيضا في هذا الإطار كان الرئيس نجيب ميقاتي لديه موعد مع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي في السرايا الحكومية، وعقب هذا اللقاء استنكر بلامبلي الانفجار الإرهابي الذي ضرب لبنان وأبدأ استعداد المنظمة الدولية لمساعدة لبنان وتحديدا في موضوع اللاجئين السوريين، وكما طالب المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان وسوريا وجميع المعنيين في الشأن اللبناني واللبنانيين تحديدا بالقيام بما في وسعهم لتجنيب لبنان أي هزات أمنية والحفاظ على استقراره. وكان أيضا في من استقبالات للرئيس نجيب ميقاتي قبل وقوع الانفجار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة أموس هوتشتاين الذي بحث في مسألة الحدود البحرية. إذن رائد، هذا بشكل عام وسريع مجمل نشاط السرايا الحكومية لهذا اليوم. نعم، شكرا لزميل باسل العريدي. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دان إذن ما وصفه بالعمل الإرهابي الجبان ووضعه في خانة توتير الأوضاع في لبنان واستخدام الساحة اللبنانية لتوجيه الرسائل السياسية في هذا الاتجاه أو ذاك، مناشدا الجميع إلى الهدوء والتمسك أكثر فأكثر بضبط النفس وعدم الانفعال. وقد أوعز إلى الأجهزة الأمنية الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذا العمل الجبان وتوقيف الفاعلين وسوقهم أمام القضاء. الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام أشار إلى أن الرد الأفضل على أصحاب المخططات الشريرة التي سفكت دماء الأهالي في الجناح هو الصبر والعض على الجراح وسد كل الثغر في جدار الوحدة الوطنية التي ينفذ منها المجرمون. الرئيس فؤاد السنيورة قال: إنني من موقعي السياسي والشخصي أدين وأستنكر أشد الاستنكار الجريمة الإرهابية النكراء، مشيرا إلى أن آفة الإرهاب باتت تهدد لبنان ومواطنيه، وهي تحتم التصرف على أساس مواجهة هذه الآفة وليس العمل على توسيع انتشارها. الرئيس سعد الحريري استنكر التفجير وقال إنه يجب أن يشكل دافعا جديدا لإبعاد لبنان من الحرائق المحيطة وتجنيب اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم مخاطر التورط العسكري في المأساة السورية. في أمر اليوم، قائد الجيش العماد جون قهوجي يؤكد خيار المؤسسة العسكرية حماية لبنان من محاولات تدمير الوفاق الوطني. عشية العيد 70 للاستقلال، توقف قائد الجيش العماد جون قهوجي عند المتغيرات وصياغة المواثيق الجديدة التي تتجه إليها دول المنطقة، فتحدث عن محاولات لتدمير الوفاق الوطني وتخريب العيش المشترك، وأكد في أمر اليوم أن قدر المؤسسة العسكرية وخيارها حماية هذا العقد وتحصينه وبذل الجهود لحل أزماتنا من خلاله، لا أن نذهب إلى حلول خارجة عنه فتؤدي بنا إلى المجهول. قائد الجيش خاطب العسكريين قائلا: قدرنا كلبنانيين أن نحتفل في معظم الأحيان بعيد الاستقلال وسط المخاطر والتحديات الأمنية والسياسية التي يعيشها لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، لكن خيارنا كعسكريين أن نستمر في العمل للحفاظ على هذا الوطن وأن نواجه العدو الإسرائيلي وشبكاته التجسسية وأطماعه وأن نحارب الإرهاب في مختلف أشكاله ونلاحق منفذيه العاملين على العبث بوحدتنا.
وأضاف: خيارنا كعسكريين وكمواطنين أن نعمل دوما كي يجمع هذا العيد العائلات اللبنانية حول رمزيته، وأن نقدم التضحيات كي نصون العلم ونحافظ على الدستور الذي يحمي الجمهورية. وفي أمر اليوم استعاد العماد قهوجي ما قاله المفكر ميشيل شيحة حين قال: إن لبنان دولة عريقة بدروس الماضي، ولبنانيو اليوم هم ذاتهم لبنانيو الأمس، وقد لا نتمكن من تغيير مجرى الأحداث ما لم نثابر على تجاوز المخاطر بالإرادة والجرأة والإيمان، فمهمتنا الأولى أن نصون الوجه النبيل لما في بلادنا من حرية وروحانية وتسامح واستقلال. أيها العسكريون، هذه الرسالة هي مهمتنا، ختم قائد الجيش. وبعد الإعلان، ما بين العرب وأفريقيا. رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الائتلاف الوطني السوري المعارض بدأ يظهر واقعية أكثر في مواقفه، وفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، أكد لافروف أن بلاده تسعى إلى عقد مؤتمر جنيف 2، وهي تؤكد ضرورة مشاركة أطياف المجتمع السوري كافة فيه. موسكو أعربت عن استعدادها لاحتضان اجتماع يضم أطيافا مختلفة من المعارضة السورية، وهي ترحب بقبول الائتلاف الوطني المعارض الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع. لقد أجرينا مؤخرا مباحثات مع ممثلين عن المعارضة السورية، ومن بينهم ممثلين عن الائتلاف الوطني المعارض، ويبدو أنه بدأ يظهر واقعية أكثر في مواقفه. في الكويت انطلقت أعمال القمة العربية الأفريقية الثالثة بعنوان شركاء في التنمية والاستثمار، وسط تطلعات رسمية لدول المجموعتين العربية والأفريقية إلى شراكة اقتصادية تبنى على أساس من التكامل بين موارد دول جنوب القارة السمراء ورأس المال العربي. ويفرض الجانب الاقتصادي نفسه بقوة على أجندة أعمال القمة التي يشارك فيها 34 رئيس دولة وثلاثة نواب رؤساء وسبعة رؤساء وزراء، إلى جانب هيئات ومنظمات دولية أخرى. وكانت القمة قد بدأت بجلسة مغلقة ترأسها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاعتماد جدول الأعمال الذي يتضمن بحث تقرير الأنشطة المشتركة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للجامعة العربية، إضافة إلى بحث تقرير المجلس المشترك لوزراء الخارجية. في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. كان في النشرة: كتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة تتبنى تفجير الجناح، والنتيجة 23 قتيلا و146 جريحا. أبادي ينعي الملحق الثقافي ومعلومات تتحدث عن إصابته فقط. هيئة إدارة الكوارث تلتئم في السرايا بعد تفجيري الجناح. لافروف يؤكد قبول الائتلاف السوري زيارة موسكو. كان هذا كل شيء في النشرة. أما بعد هذه النشرة مباشرة تبقون مع الزميل مالك الشريف في متابعة لما حصل من أحداث اليوم فيما خص تفجير السفارة الإيرانية. إلى اللقاء.